أوفياء قناة صوت الساحل تي في، أهلا وسهلا بكم. اليوم باش نزوركم في إطار برنامج لقاءات وحوارات إلى مدينة المنستير، وين باش نتلاقاو مع السيد حمادي السيفي مدير المركز الثقافي الجامعي. مرحبا بكم في المركز الثقافي الجامعي بالمنستير، اللي هو يعتبر من أهم الأقطاب الثقافية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ديوان الخدمات الجامعية للوسط بالمنستير، من أول المراكز الثقافية الجامعية التي بعثت في تونس والتي قامت بدورها يعني على مدار منذ سنة 1990 إلى اليوم، وهو مع المركز الثقافي الجامعي حسين بوزيان في تونس يعني كانوا رواد إلى اليوم. المركز هذا يعني أثث برمجته عبر تاريخه بعديد المحطات الكبرى، منها المحطة المهرجان الدولي للمسرح الجامعي اللي خلال هذه السنة خلال الصيف الماضي يعني كانت هناك الدورة 17، والإضافة إلى عديد التظاهرات المحلية والدولية الأخرى التي ينظمها المركز الثقافي الجامعي بالمنستير. سي حمادي، من خلال ذكر الأنشطة، من خلال الأنشطة الثقافية اللي قمت بها في المركز الثقافي، حبيت نسأل شو الأهداف اللي حققتوها والأهداف المتأملة إن شاء الله باش تحققوها في الأيام القادمة؟ أهداف النشاط التنشيط الثقافي في المركز الثقافي الجامعي دائما تتبلور وفق الواقع الطلابي ووفق تغيرات المجتمع ووفق الخصوصيات الدراسية ووفق المرافق والمتوفر لدى الجهة، باعتبار أن المركز كذلك ينشط في محيطه الاجتماعي والثقافي. خلال هذه السنة بطبيعة الحال يعني باعتبار أنه رينا أنه هناك عنا كليات في مجملها، معناها كليات ومؤسسات تعليم عالي علمي، كلية العلوم، كلية الطب، كلية البيولوجيا إلى آخره يعني، فبالتالي لابد أن نزرع الجانب الأدبي يعني والشعري والكلمة الجميلة يعني في هذا السياق في الوسط هذا. وفي الحقيقة يعني لما سعينا إلى تركيز فضاءات جديدة تنشيطية مثل فضاء المجلس الأدباء الطلبة، لقينا عديد طلبة من كلية العلوم وكلية الطب وغيرها اللي يحبذوا، اللي هم عندهم كذلك محاولات وتجارب يعني شعرية ولو أنها في بدايتها يعتبروه متنفس يعني هذا الجانب الفني. وإحنا في الحقيقة لابد من هذا الغذاء الروحي الجميل الأدبي يعني أنه يدخل للساحة العلمية الطلابية يعني. هذا مثلا من الأهداف يعني وفقا للمعطيات المتوفرة. إضافة أخرى إن شاء الله خلال هذه السنة، وبطبيعة الحال هذا ليس بمفردي بطبيعة الحال يعني، لأن هناك هيكل يشتغل في المركز الثقافي الجامعي، لقينا كونه أنه لابد من تركيز منتدى للحوار، منتدى ثقافي للحوار يكون فيه الطالب يعني متحاور يعني. المنتدى هذا يكون قار أسبوعيا، أطلقنا عليه منتدى الأربعاء للحوار الثقافي يعني، وتطرح فيه عديد الملفات والمواضيع التي تشغل الشباب التونسي. من الفضاءات الأخرى عندنا فضاء الموسيقى الطربية للشيخ إمام. جميل. يعني هذا كذلك يعني هو التجربة انطلقت من السنة الفارطة واستحسنها عديد الطلبة، وبعض الطلبة اللي أعجبهم خاصة في البعد الطربي الكلثوميات والفيروزيات وكذلك الأغاني الملتزمة، خاصة كيقولوا الملتزمة أغاني يعني اللي غناها شيخ إمام وكتبها معناها أحمد فؤاد نجم يعني، ثم الاستئناس بالمشهد الثقافي الوطني وما موجود فيه من كفاءات أدبية شعرية ومواهب ومبدعين، وبالتالي يعني لابد أن ربط الطالب بمحيطه الثقافي حتى يكون يعني هو نفسه يخطو الخطوات اللازمة باش يلتحق بالمشهد الثقافي الوطني والعربي والعالمي عموما. دونك يعني هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث هو رينا باعتبار أنه مدينة المنستير هي مدينة جميلة
وفيها الركن الفنون التشكيلية والجماليات يعني بشكل كبير حتى من الجمعيات وغيرها والمبدعين والتشكيليين. وبالتالي ركزنا في السنة الفارطة والسنة هذه كذلك على البعد الجمالي والتشكيلي لللوحات وللمعرض. اللوحة هذه الجدارية الفسيفسائية تم إنتاجها بالمركز الثقافي الجامعي في ورشة الفسيفساء والفنون التشكيلية تحت إشراف الأستاذة الفنانة منيار بيزيد خلال هذه السنة، وهي معناها 5 أمتار على 3 أمتار يعني باعتماد الخزف، بقايا الخزف الفايونس اللي كنا نجيبه لها من عديد الورشات البرة والبايعين، وكانوا مع الطلبة معناها في الورشة متاع المركز الثقافي الجامعي لمدة 7 أشهر طالبات وطلبة تحت إشراف الأستاذة كما قلت الفنانة منيار بيزيد تم إنتاج هذه المعلقة الجدارية الهامة اللي تحكي على عديد من خلال ألوانها ومن خلال الرسومات اللي فيها سواء رباط المنستير سواء الحروفيات سواء الألوان سواء البحر، يعني كل الخصائص للجمهورية التونسية ولمدينة المنستير على وجه الخصوص. يعني لقات هذه رواج كبير ياسر وانتباه وإبهار حقيقة من عديد متسكني مدينة المنستير ومثقفيها ومبدعيها، ولم تم تنشينها كان يوم فعلا فرحة في مدينة المنستير باعتبار أنها تتمركز في قلب مدينة المنستير أمام المركز الثقافي الجامعي. قبل قليل دخلت بهذنا لا ربما لقيت أنا وزميلتي اللي هي الأستاذة منجية بوسعيد يعني نشتغل على جدولة يوم الثلاثاء عنا فرقة الأماسي للموسيقى بالمبيت الجامعي 3 أوت، يوم الخميس افتتاح المعرض التشكيلي الجماعي فيه فنان تشكيلي مثل الفنان نجيب الركباني، فيه الفنان الأستاذ محمد سامي بشير، فيه الأستاذة منيار بيزيد، فيه فنانين تشكيليين آخرين من الطلبة. هذا سيكون معناها معرض بالمركز الثقافي الجامعي، ثم سهرة موسيقية طربية بالمركز الثقافي الجامعي في الليل مع مداخلات شعرية ومراوحات. المراوحات هذه ستكون مراوحات بين التجارب الطلابية وبين التجارب للشعراء الموجودين في الساحة واللي إن شاء الله ننتقيه فيهم أفضل اللي نجم يقدمنا الإضافة تحت إشراف مجلس الأدباء الطلبة اللي يشرفوا عليه 2 اللي هما معناها من أهم الكفاءات متاعنا في الجهة تقريبا. يعني هذا ملخص البرمجة متاع نهاية الثلاثية هذه. سي عمادي حبيت نسألك، افتتاح المركز الثقافي الجامعي بمنستير هل يقتصر على طلاب الجهة أو فما أنشطة إقليمية أو وطنية أو بخلاف المهرجان المسرح الطلابي؟ الحقيقة رائد جدا وكل دورة دورة كان مرهق. يتميز ومرهق جدا فعلا يعني، لكن ما شاء الله يخلي أثر طيب جدا حتى في المدينة الكل. حقيقة هو المهرجان هذاك أسسه وركزه زميلي وزملائي اللي يشتغلوا هنا يعني بالعرق كبير ياسر وبتعب كبير ياسر، يعني تعبوا باش حافظوا عليه. حتى كي أنا تسلمت يعني الإشراف على المؤسسة هذه حاولت قدر المستطاع أن أحافظ عليه حتى ولو أني بتجربتي الأولى في تنظيمه، يعني أني أنا عندي أنماط أخرى من المهرجان الدولي اللي أشرفت عليها تختلف سواء معناها في المجتمع المدني أو في التعليم العالي دونك يعني تختلف، لكن في المسرح ما كانتش عندي تجربة كاملة الحمد لله. بالتواصل معهم على مدار العام الفكرة هذه مع الفكرة هذه كان تنظيمها. عندنا تظاهرات عديدة أخرى، يعني عندنا المهرجان السنة اللي هو كان مهرجان وطني المهرجان الدولي للفنون والحرف الدورة الثانية الدورة الثالثة كان وطني وما كانش المركز ينظم فيه، كانت تنظم فيه الإدارة الجهوية للخدمات الجماعية، الآن أصبح يعني الشراكة ما بين الإدارة الجهوية والمركز الثقافي وجميع المؤسسات الموجودة بالمنستير، وسيكون معناها بالحق هذا في خلال شهر جانفي وفيفري مش يكون معناها علامة مضيئة وعلامة جديدة في لأنه في السنة الفارطة نظمنا ملتقى الطلبة الرسامين ألوان، قلنا احنا التجربة هذه نمزجها مع ما تنظمه الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية في المنستير الفنون والحرف ويصير مهرجان دولي والجميع يتشاركون مبيتات وأحياء ومركز في كذا تحت إشراف المركز الثقافي الجامعي بطبيعة الحال وزملائي اللي يشتغلوا معي هنا. تقريبا هذم مثلا التظاهرات القريبة
إضافة لتظاهرات أخرى عنا كذلك يعني إن شاء الله عنا مسرحية إن شاء الله السنة معناها تكتمل ونشاركوا بها في المهرجان الدولي. عنا بعض الطلبة والطالبات اللي في السنة الفارطة والسنة معناها في نادي الموسيقى إن شاء الله اللي يكونوا كذلك معناها أصوات قادرة على كونها أنها تنافس على مراتب أولى في بعض المهرجانات داخل تونس. المهم في الأخير نحب نوصل أكبر عدد من الطلبة ونحاول نحتضن أكبر عدد منهم لحمايتهم من الضغوطات النفسية، لحمايتهم من المشاغل وكل ما يمكن أن يطرأ على شبابنا التونسي في المرحلة الراهنة اللي هي مرحلة صعبة. تربيض الفراغ الفراغ اللي ربما يملأ ملأ الفراغ ملأ الفراغ هو في الحقيقة ما عندوش فراغ، ولكن هو مليه بالجوال البورتابل يعني بأشكال مختلفة فيه يعني بأنماط معناها متعددة فيه، لكن احنا نحبه نمليه له بروح الوطنية اللي يلزم والهوية وغيرها اللي لابد منها ترسيخها في ذاته، يعني انك تقربوا ليك باش تفهموا اللي البلاد متاعه راهي مهتمة به، وأممته هو نفسه مركز خدمات جامعية المركز الثقافي الجامعي تابع التعليم العالي يعني. شكرا لك الصحة سي حمادي. هكا إذا نستشف أن المركز الثقافي الجامعي بمنسير بالحقيقة هو خليط نحل يعني دؤوبة جدا وناشطة جدا من أجل احتواء الطالب أينما كانت أينما كان وأين وكيفما كانت مشاغله. شكرا سي حمادي، إن شاء الله نواكبكم في أنشطة وفي عروض أخرى. شكرا.